الحقيقة أنه لضعف كثير من العقول في هذا الزمان وكثرة الفراغ أصبح من أعظم ما يشغل الناس الألعاب الإلكترونية، وأصبح الشباب يقضون الأوقات الكثيرة في هذه الألعاب. وما دام السائل قد سأل، فإنا أولا نقول إن الأصل في اللهو واللعب أنه مباح إلا ما استثني، والذي يستثنى أمور. الأمر الأول ما دل النص على تحريمه، والأمر الثاني ما دل القياس الصحيح على تحريمه، يعني يقاس غير المنصوص على المنصوص. والأمر الثالث ما كان فيه قمار، بحيث يدخل الإنسان بالحظ لينال مبلغا، قد يدفع القليل ويدخل بالحظ لينال الكثير. لاحظوا أننا نقول يدخل بالحظ، ما يدخل بعمل، لأن بعض الناس مساكين يقول طيب الإنسان يتاجر من أجل أن يحصل على مال كثير، نقول هذا يدخل بالعمل، أما ذاك يدخل بالحظ وقد يدفع القليل لينال الكثير. فما كان فيه قمار فهو حرام بالإجماع، مستثنى من الأصل. والأمر الثالث ما كان يصد عن واجب، ما كان يصد عن واجب فيصد عن ذكر الله الواجب، فهذا حرام. مثل أن يلعب أناس لعبة مباحة وتصدهم عن صلاة الجماعة، هنا تصبح هذه اللعبة حراما. الأمر الخامس ما أوقع العداوة والبغضاء، فما علم من الألعاب أنه يؤول إلى العداوة والبغضاء بين المتلاعبين فهو حرام، مثل ما يسمى بلعبة البالوت أو الورقة على هيئة معينة، فإن هذه اللعبة تؤول في الغالب إلى السب واللعن أثناء اللعب، يلعن كل واحد منهم والدي الآخر. وربما وقعت العداوة والبغضاء ومحاولة الانتقام فيما بينهم، فهذه حرام.